السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة في قناة مهندس ورشة، معكم أحمد حسن. طبعا في البداية حابب أعتذر لكم عن التأخير في نزول الحلقات لظروف شخصية، وفي نفس الوقت كان في أكتر من بلاغ على القناة عندنا، فياريت تعمل لايك وتحط كومنت برأيك عشان تدعمنا الفترة اللي جاية. حلقة النهاردة من الحلقات المهمة جدا اللي هنتكلم فيها عن شكل العادم الخارج من السيارة وأنواعه، وإزاي نقدر نعرف حالة السيارة أو المحرك بتاع السيارة من شكل العادم، بحيث إن العادم من أهم الخطوات اللي بنحكم بيها على حالة المحرك، وإزاي نقدر نشخص عطل المحرك من شكل العادم اللي خارج. طبعا عندنا في السيارات أنواع العادم الخارج من السيارة 3 أنواع: دخان لونه أسود، دخان لونه أزرق، أو أبيض مائل للزرقاء، أو دخان أبيض صريح. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة علشان تشوف فيديوهاتنا أول ما تنزل، وما تنساش تشوف دورة صيانة كنترول السيارة، الدورة المجانية الوحيدة على الإنترنت، ودورة برنامج الـ VCDS عملاق السيارات الألماني. هسيب لكم لينك الحلقات دي تحت في الديسكريبشن. هنبدأ الشرح معانا بالعادم اللي لونه أسود. يشير وجود دخنة سوداء خارجة من شكمان السيارة إلى وجود كمية كبيرة من الوقود ما اتحرقتش، يبقى أصبح عندي الاحتراق جوه غرفة الاحتراق غير كامل، وبالتالي لا تتم عملية الاحتراق بشكل طبيعي لنقص الهواء اللازم لحرق كل هذا الوقود. يبقى أنا عندي المشكلة في الدخان الأسود ده، وقود كتير داخل ومفيش هواء يعمل عملية اكتمال الاحتراق، لأن زي ما احنا عارفين إن نسبة الاحتراق الكامل أو نسبة الخلط 14.7 إلى 1، 14.7 جزيء هواء إلى جزيء 1 وقود. طيب الاحتمالات هي إيه؟ خلل في حساس الأكسجين، زي ما احنا شرحنا حساس الأكسجين اللي ممكن يدي قرايات مختلفة لنسبة العادم اللي خارج، فبالتالي الكنترول يدي أمر للرشاشات تنزل بنزين زيادة. تاني حساس ويعمل المشكلة دي وهو حساس الماب سنسور، ما بيقيس بريشر أو فرق البريشر جوه المانيفولد، فبالتالي كمية الهواء غير مناسبة لاحتراق كامل داخل غرفة الاحتراق. طيب ده في المحركات البنزين. طيب عندنا حاجة تانية لازم نبص عليها عشان نقدر نشخص المشكلة دي. ممكن يكون عندي مشكلة في فلتر الهواء مكتوم، فبالتالي ما بيدخلش هواء كافي للمحرك، وممكن يكون عندي البجهات أو شمعة الاحتراق اللي هي السبارك بلاج دي، لو هي بتحرقش كويس يبقى البنزين هيطلع نيب، هيطلع بنزين في العادم بالشكل الأسود اللي احنا شايفينه ده، وهيطلع ريحة بنزين هنقدر نشمها بوضوح. ده كله في السيارات اللي بتشتغل بالبنزين، لكن عندنا المشكلة دي لو في عربية بتشتغل ديزل أو سولار، أحيانا بتكون الدخنة دي خلل في طرمبة السولار أو الجاز أو الديزل والرشاشات بتاعتها أيضا، نفس مشكلة الرشاشات اللي بتكون في البنزين. عندنا اختبار الرشاشات ممكن يكون في رشاش بيسيل. تاني نوع عندنا وهو الدخان الأزرق أو الأبيض المائل للزرقاء زي ما احنا شايفينه كده، وخلي بالكم الدخان ده صعب جدا ان احنا نشخص العيب بتاعه بسهولة. ده بيكون نتيجة وجود كمية كبيرة او كمية من الزيت المحرك اكثر من اللازم داخل السلندر او داخل غرفة الاحتراق. بيقول لي هنا ايه؟ تسريب زيت المحرك ووجود استهلاك كبير له، يعني اول حاجة هشوفها نقص الزيت المحرك. طيب هل نقص زيت المحرك ده بيدخل ازاي الزيت لغرفة الاحتراق؟ عن طريق حاجتين، يعني أنا عندي لو المشكلة دي أقدر أشخص المشكلة إذا كانت مشكلة طقم شامبر، فبالتالي بيدخل الزيت من حوالين البستم لجوه، وبالتالي بحتاج إن أنا أعمل طقم شامبر، والموضوع لو اتطور بالتالي هيحتاج إن أنا أعمل توضيب كامل أو عمرة كاملة للمحرك. بس مش معنى كده إن أنا يكون عندي المشكلة في طقم الشامبر، أحيانا الدخنة دي بتطلع بس بتكون في أول دوارة العربية،
بتكون في أول دورة العربية بس، بتستمر لمدة دقيقة 5 دقايق 10 دقايق لوقت، وبعد كده بتمنع. ما بتكونش المشكلة عندي في طقم الشامبر، بتكون المشكلة عندي في الأويل سيل أو جلد الصباب أو الرنجات اللي حوالين الصباب، بتكون ناشفة زي ما احنا شايفينها كده، فبالتالي بتنزل الزيت على من حواليها من هنا كده على رأس البستم هنا، فبالتالي بيحصل في بداية الدوارة حرق للزيت ده، فبالتالي بنشوف الدخنة اللي مائلة إلى الزرقاء. طبعا دي ازاي نقدر نفرق ما بين المشكلة اذا كانت طقم شمبر ولا اولسي سباب. عندي تالت نوع من الدخان وهو الدخان الابيض، بيكون ابيض. عندي الدخان الابيض الخارج من العادم بيكون شبه بخار المية وبيختفي بسرعة، فده عادي، ده بيظهر احيانا في الجو البارد، او احيانا بتكون كثافة الجو محتاجة، يعني بيكون نتيجة الرطوبة في الجو. طيب لو ده استمر معايا والدخان ده سميك وليس مجرد شوية دخان لونه أبيض وخرجه، ده يدل على مشكلة في السيارة وهو احتراق سائل التبريد، الكولنت أو الماء اللي أنا حاطه في دورة التبريد، ده بيدخل على غرفة الاحتراق. طب إزاي بيدخل على غرفة الاحتراق في المحرك؟ نتيجة عطل إما في رأس الأسطوانة اللي هو في الانجن هيد، او عندي جوان وش السلندر او الجاسكت بيكون فيه مشكلة، بيكون فيه اكتر من لاين فاتح، فبالتالي بيدخل المية على غرفة الاحتراق، وطبعا تكلفته بتكون عالية، واحنا بنشوف ده طبعا بتكون التكلفة عالية جدا، بس ما ينفعش نهمل الموضوع ده. دخان الابيض والدخان الابيض المائل للزرقاء دول خطر جدا ان احنا نسيبهم، لان هما بيؤدوا الى مشاكل كبيره، ممكن العربيه تقف مني في اي مكان. موضوع الدخان الاسود خطر طبعا، لكن مش بنفس خطوره الدخان الابيض والدخان الابيض المائل الى الزرقاء. مستنيكم تقولوا رايكم تحت في التعليقات. بفكرك ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان تشوف فيديوهاتنا اول ما تنزل، واستنوا الفيديوهين الجايين عن حلقات مهمة جدا كلنا هنحتاجها. شكرا.